الأمن والاستقرار الذي تنعم به بلادنا اليوم يعتبر استثناءً في المنطقة، وعلينا أن نحافظ عليه ونستديم بقاءه، ولأنه هو الضامن بعد الله تعالى لتجسيد مشروع الجزائر الجديدة التي حلموا بها شباب وشابات الحراك المبارك الأصيل. وهذا المكسب جاء بعد أجواء ومناخ تعرفون طبيعته، كان قبيل الرئاسيات السابقة تمثل في حالة من الاستقطابات الشديدة والخطيرة التي كادت أن تعصف بالأمة الجزائرية وبالدولة الجزائرية بعيدا عن مسارها الدستوري وتدخلها وتدخلها إلى نفق لا نعلم نهايته، بدايته اختراق السيادة وانتهاء يكون بتهديد الهوية وهوية الأمة وتفكيك المجتمع. أيها الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى الوطني، ها هي اليوم الجزائر تشق طريقها بمؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني، رغم الأضرار التي أحدثتها أزمة كورونا وتداعيات النزاعات القائمة في جوارنا، وها هي اليوم تنطلق في تثبيت توجهاتها الاستراتيجية لضمان أمنها الدفاعي وأمنها الغذائي وأمنها المائي وأمنها الطاقوي وأمنها السيبراني. وها هي الجزائر اليوم لا زالت ملتزمة بمبدأ اجتماعية الدولة من خلال تجسيد الالتزامات والتكفل بالأعباء الاجتماعية لفائدة فئات واسعة من أبناء هذا الوطن. وها هي اليوم تستعيد حضورها في المحافل الدولية.